مساء الخير، طلعت الصوت واضح. طيب راح ننتظر 3 دقائق، 3 دقائق فقط ونبدأ الجلسة إن شاء الله. 3 دقائق ونبدأ الجلسة. إذا نتابع دراستنا لبحث المصفوفات، واليوم راح ناخذ الفقرة الثانية منه اللي هو كيف نحسب محدد مصفوفي. إذا عنوان الفقرة اللي راح نتعلمها اليوم كيفية حساب محدد مصفوفي. هلا إذا الفقرة عنوانها محدد مصروف. أول شيء طلاب، أول خطوة اللي هي كيف، شو هي المصفوفات اللي ممكن نقدر نوجد لها محدد. إذا أول خطوة طلاب، المحدد يحسب للمصفوفات المربعة، إذا مو أي مصفوفة فينا نحسب لها محدد، لا، المصفوفة اللي عدد أسطرها يساوي عدد أعمدتها فينا نحسب لها المحدد. هلا طلاب، اللي كرمز أولا، شو هو رمز محدد مصفوفي؟ بعدين شو هي الطرق اللي بدنا نتبعها لحتى نوجد محدد مصفوفي؟ المصفوفة إيه؟
لحتى نوجد له محددة إلا مثل ما حكينا إنه بده يكون فيها عدد الأسطر يساوي عدد العاملين. إذا بده يكون في عندنا عدد الأسطر يساوي عدد العاملين. محدد المصروف لطلاب كرمنز بيرمزوا له بثلاثة أشكال. بيرمزوا له بثلاثة أشكال كلها ممكن تعطيني نفس النتيجة. إما بيكتبوا ديت المصروف A، وديت جاي من كلمة determine، determine يعني محدد المصروف A. وممكن إنه يستعيذوا عن رمز المصروف اللي هو عبارة عن مجال كبير بمستقيمين متوازيين. مستقيمين متوازيين وبكون عندي هون نفس الأعداد، ما تغير شيء. وممكن يرمزوا له للمحدد بالرمز دلتا. طبعا الرمز دلتا هون هو نفس الرمز اللي استخدمناه بحل المعادلة من الدرجة الثانية، بحل المعادلة من الدرجة الثانية، لكن هون مفهومه هو عبارة عن محدد مصروفي. إذا لما نشوف الدلتا مع معادلة من الدرجة الثانية فبنعرف شو بيقصد، ولما نشوف الدلتا مع المصروفات لازم نعرف شو بيقصد. نفس الرمز يستخدم كمصطلحين بمفاهيم مختلفة. إذا هذا هو رمز المصروف، إما بيكتبوا ديت المصروف إيه، أو بيستعيدوا عن رمز المصروف اللي هو مجال كبير بمستقيمين متوازيين، أو بيكتبوا دلتا. إذا هذا هو الرمز. طبعا في رموز ثانية لكن هي الرموز المتداولة أكثر من كده. هلا كخطوة أولى طلاب نحن راح نتعلم أول شيء كيف نوجد المحدد للمصفوفات المربعة، بعدين كيف نوجد المحدد للمصفوفات من المرتبة الثالثة، ونعمم الفكرة على المحددات من المصفوفة أيا كانت مرتبتها، لأنه ما بتختلف الطريقة عن الطريقة اللي راح نتبعها للمحدد من المرتبة الثالثة. نيجي طلاب عندنا مصفوفة من المرتبة الثانية شو ما كان في الأعداد الموجودة فيها. فأنا عندي المصفوفة A تحوي العناصر التالية، تحوي العناصر التالية أيا كانت الأعداد مثل ما حكينا 3 2 4 5. والمطلوب حساب محدد هذه المصفوفة يعني ديت الـ A. قلنا أما بيكتبوا ديت الـ A أو بيحطوا رمز المصفوفة بيستعيدوا عن المجال بمستقيمين متوازيين اللي هو 3 2 4 5، نفس العناصر بس مغير المجال لمستقيمين متوازيين، او بيكتبوا دلتا. شو بيكتبوا؟ دلتا. هلا طلاب حساب المحدد المرتبة الثانية في قانون بدنا نحاول نتعلمه مع بعض. ما بصير نخرب الطلاب بحساب المحدد المرتبة الثانية لأنه هو أساس لحساب أي محدد. القاعدة بتقول الطلاب انتبهوا لي، بنحط قوس أول وبنحط بينهما إشارة ناقص وفي عندي قوس ثاني. بي القوس الأول بنحط جداء الطرفين. في القوس الأول شو بنحط؟ جداء الطرفين. وبالقوس الثاني بنحط جداء الوسطين. جداء الوسطين. هلا السؤال شو هم الطرفين وشو هم الوسطين؟ الطرفين طلاب هو العنصرين، أول عنصر وآخر عنصر بالمصفوفة. أول عنصر وآخر عنصر بالمصفوفة، يعني هذا هو أول عنصر بالمصفوفة وهذا هو عبارة عن آخر عنصر بالمصفوفة. فهذول العنصرين بنسميهم الطرفين. والعناصر الموجودة على القطر الثانوي، طبعا هذا بنسميه القطر الرئيسي وهذا بنسميه القطر الثانوي، والعناصر الموجودة على القطر الثانوي بحالتنا هون هذا شو بنسميه؟ الوسطين. بنسميه الوسطين. إذا بدنا جذاع الطرفين مع جذاع الوسطين بنيجي بنطبق
المعلومة على الأرقام اللي موجودة عندنا، وما بنستعجل بالإشارات لأنه أخطاءكم طلاب هي عبارة عن كل جميعها إشارات. أي تساوي نيجي طلاب نحط فوز أول ناقص فوز ثاني، نيجي على جداع الطرفين يعني بجاء 3 ضرب 5، 3 ضرب 5 شو أعطانا؟ 15. جداع الوسطين يعني 2 ضرب 4 8. هلا نسحب الأقواس يعني بندخل الإشارة لجوا، ال 15 ما لها إشارة فبتضل مثل ما هي يعني إشارتها موجبة، ناقص اللي برا هون نضربها بإشارة العدد اللي موجود هون بما إنه ما له إشارة فهذا يعني إشارته الزائد، ناقص الزائد شو بيعطينا؟ ناقص إذا 8. 15 ناقص 8 شو بيساوي؟ 7. إذا محدد المصفوفة A يساوي 7، محدد المصفوفة A ماذا يساوي؟ 7. إذا هي الآلية طلاب اللي بدنا نتبعها لحتى نحسب محدد أي مصفوفة من المرتبة الثانية. حدا عنده أي استفسار عليها طلاب؟ هذا عنده أي استفسار؟ محمد 147 334 محمد يزن 131 900 وصايد. خلينا نشوف طلاب هلا أمثلة مختلفة على المحددات المرتبة الثانية ونشوف أنتم تعطوني الأجوبة، وبس نتأكد إنه ما عندنا مشكلة ممكن عندئذ ننتقل إلى المحددات من المرتبة الثالثة. هلا عندنا المصفوفة ب قلنا بيسمي التسمية اللي بده إياها، مؤلفة من الأعداد ناقص 2 3 4 5. المطلوب حساب ديتيرمين اي بي. يلا اعطونا الجواب طلاب، بدي جواب صحيح من الكل لحتى ننتقل الى فكره جديده. تمام. إذا قلنا مشان ما نخطئ مشان ما نخطئ نمشي ببطء بحيث إنه ما يصير في عندنا أي خطأ بالعمليات الحسابية. ناقص 2 و5 هن الطرفين نضربهم ببعضهم بيطلع معنا ناقص 10، والوسطين اللي هن 3 و4 بنضربهم ببعضهم بنطلع معنا الجواب 12. هلا طلاب بنشيل الاقواس، العدد الاول هو ناقص 10، العدد الثاني بندخل له ناقص لجوا فبصير معنا ناقص 12، وبالتالي الجواب ناقص 10 وناقص 12 ناقص 22. اذا الجواب الصحيح هو ناقص 22. عندنا المصفوفة دي مؤلفة من الأعداد 4 8 12 3 6.
اثنا ثلاثة ستة، ما هو determine المصفوفة دي؟ ما هو determine المصفوفة دي؟ إذا نمشي ببطء، زي ما حكينا ما بنرتكب أخطاء، قوس أول ناقص قوس ثاني، القوس الأول جذاع الطرفين 4 في 8 3 32، المقدار الثاني اللي هو في الوسطين فبيطلع معنا ناقص 18، ناقص 18 32 تنزل مثل ما هي، ناقص في الناقص شو بصير؟ زائد 18 نجمعهم بيطلع معنا الجواب 5، إذا الجواب 5. آخر تمرين A تساوي ثلاثة أربعة ناقص اثنين ناقص سبعة، ماذا يساوي؟ محددة لهالمصفوفة هاي ماذا يساوي؟ إذا ديتيرمن إيه؟ ماذا يساوي؟ إذا الجواب صحيح، كل الأجوبة اللي جتني صحيحة، الجواب هو ناقص 2 صحيح. إذا في حد عنده أي مشكلة طلاب بحساب المحدد مرتبة ثانية، أهم شيء ما نخربط بالإشارات، أهم شيء ما نخربط بالإشارات، أخطائكم كلها إشارات يعني جمع وضرب. الآن نجي طلاب على المحددات من المرتبة الثالثة، المحددات من المرتبة الثالثة، كيف بدنا نحسب محدد مصفوفة من المرتبة الثالثة؟ طبعا نحن العملية اللي عم نساويها الطلاب بسموها مفكوك محدد أو منشور محدد، احنا الخطوات اللي عم نساويها حساب قيمة المحدد بسموها منشور محدد أو مفكوك محدد، إذا المحددات من المرتبة الثالثة. هلا المحددات من المرتبة الثالثة من حسن حظنا في طريقتين، ما في طريقة واحدة، في عنا طريقة خاصة بالمحددات من المرتبة الثالثة وفي عنا طريقة عامة لكل المحددات. إذا عنا طريقة أولى وطريقة ثانية، عنا طريقة خاصة وطريقة عامة. الطريقة الخاصة، إذا في عندنا طريقة خاصة، لما نقول خاصة طلاب يعني بس فقط للمحددات من المرتبة الثالثة، إذا خاصة بالمحددات من المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة يعني ما فينا نطبق على المحددات المرتبة الثانية، ما فينا نطبق على المحددات المرتبة الرابعة، خامسة، الثالثة، لا ما فينا على الثالثة. هاي الطريقة طلاب تدعى بطريقة سارون، وحسب الترجمة بعض بترجمها سيروس والبعض الآخر بترجمها بسارس، اثنيناتهم نفس الشيء، سارس أو سيروس اثنيناتهم. مثل ما حكيت هاي الطريقة محصورة بالمحددات من المرتبة الثالثة، والطريقة الثانية هي طريقة عامة يمكن تطبيقها على أي محدد، يمكن تطبيقها على أي محدد.
على اي محدث، سواء كان ثانيه ولا ثالثه ولا رابعه ولا خامسه ولا سادسه، تدعى بطريقه بيزوت. اذا يا يعني نقول الطريقه العامه او طريقه بيزوت، بس نقول ساروس يعني طريقه خاصه عن محددات مرتبه ثالثه. هلا رح نشرح الطريقتين ونشوف انه ايهما افضل نحن نتبعه. طبعا بالفحص طلاب مثل ما لاحظتوا بالوظيفه، من الوظيفه طلاب ما بيجينا لا محدد مرتبه ثانيه لانه سهل، ولا بيجي محدد مرتبه رابعه، ما بقول عنه صعب طلاب لكن طويل الحل وبياخذ وقت كثير بدون اي فائده علميه. بشكل عام بيجي محددات من المرتبه الثالثه. هلا المحدد مرتبه الثالثه بالسؤال المصفوفات احيانا بيجي عليه 5 علامات، عندئذ سؤال المصفوفات بيكون 30، واحيانا بيكون عليه 10 علامات وبالتالي بيكون سؤال المصفوفات عليه 35 علامه. يعني بمعنى اخر سؤال المصفوفات لحاله تقريبا ممكن ينجحنا بالمقرر مع سؤال على اليمين او سؤال على اليسار. ولحد الان طبعا خلينا نقول اليوم اول علامه ممكن ناخذها لانه اجباري بده بيجي حساب محدد مرتبه ثالثه. فاليوم ناخذ اما 5 او 10 على المحدد من المرتبه الثالثه، اذا راح نجي على اول طريقه اللي هي طريقه ساروس. وطبعا نشرحها ومن خلالها نطبق امثله عليها وانتم تعطوني اجوبه بعض الفقرات اللي انا بدي احطها. هي عندي مصفوفه المرتبه الثالثه، طبعا نحن عم نسميها A لانه اول حرف ابجدي، لكن مثل ما شفتوا فينا نسميها B، فينا نسميها D، فينا نسميها C، اي تسميه كانت. هي عندنا المصفوفه المرتبه الثالثه، بالذات في عندنا 3 اصفر و3 اعمده، الارقام اللي بدنا اياها فينا نحطها 3 ناقص 2 1 5 2 3 ناقص 3 4 5. هاي المصفوفه المرتبه الثالثه، عم يقول لي احسب محدد هذه المصفوفه، يعني السؤال هو شو بده؟ ديتيرمين ايه؟ ديتيرمين ايه بالنسبه لنا مجهول. هلا انتبهوا لي طلاب شو بتقول طريقه ساروس؟ بده محدد لنا المستقيمين او المجالين بنساويهم مستقيمين متوازيين. اذا هيك كتبنا 3 5 ناقص 3 ناقص 2 2 4 1 3 5. ذكرنا المصفوفه بمستقيم صار محدد. هلا الشغله اللي بدنا ننتبه لها طلاب انه نحن عم نكتب بلغه انجليزيه، يعني عم نكتب من اليسار الى اليمين، اذا هذا يمثل العمود الاول، هذا يمثل العمود الثاني، هذا يمثل العمود الثالث. الاسطر ما عليه مشكلات لانه ما في يمين ويسار. اذا العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث. طريقه سيروس طلاب بتقول مكرر العمود الاول والثاني، مكرر العمود الاول والثاني مثل ما هو، اي 3 هاي 5 هاي ناقص 3. العمود الثاني بنكرره بارقامه دون اي تعديل، ناقص 2 وهون عندي 2 وهون عندي 4. هلا انتبهوا للطلاب، نتيجه تكراري للعمود الاول والعمود الثاني نشا عندي 3 اخطار رئيسيه و3 اخطار ثانويه. اذا في عندي خطر رئيسي اول، هذا هو خطر رئيسي ثاني، هذا هو وخطر رئيسي ثالث، هذا هو و3 اخطار ثانويه. هاي الاخطار الثانويه، هذا الخطر الاول، هذا الخطر الاول، هاي الخطر الثاني، هاي الخطر الثاني، هاي الخطر الثالث. إذا تشكل لدينا 3 أخطار رئيسية و3 أخطار ثانوية. القاعدة بتقول بتحط هون قوس أول ناقص قوس ثاني. القوس الأول طلاب للأخطار الرئيسية بنضرب عناصر كل قطر وبنجمعه مع بقية الأخطار، والناقص بتكون قبل الاخطار الثانويه كمان نفس الشيء، بنضرب عناصر كل قطر وبنجمعه مع بقيه العناصر مع بقيه الاخطار. فانتبهوا لي طلاب على الخطوات، عمليات حسابيه طلاب ما بدها شيء، ضرب بس فقط
يعني لا تخوف ولا شيء، بس هنيك بدنا نضرب رقمين. هلا بدنا نضرب 6 ارقام. نيجي على اول خط رئيسي، اذا هي واحد، هاي خط رئيسي اول، هاي خط رئيسي ثاني، وهي خط رئيسي ثالث. هاي قطر ثانوي أول، هاي قطر ثانوي ثاني، هاي قطر ثانوي ثالث. نيجي بالله نضرب عناصر القطر الرئيسي الأول ببعضها. الأرقام ما بتكون صعبة، وإذا صعبة في آلة حاسبة. 3 ضرب 2 6، 6 في 5 30، كتبنا 30 زائد عناصر القطر الثاني، ناقص 2 ب3 ناقص 6، بناقص 3 بيطلع معنا زائد 18. عناصر القطر الرئيسي الثالث، 1 ب5 5 5 في 24. هاي الأقطار الرئيسية، كل قطر بضربه وبجمعه إلى القطر الثاني بعد ما نضرب عناصره. هلا بنيجي على الاقطار الثانويه، نفس الشيء بس نحطهم بالقوس الثاني ومسبوقين باشاره ناقص. شو مسبوقين؟ باشاره ناقص. بنيجي طلاب ناقص 3 ضرب 2 ناقص 6، ناقص 6 ب1 ناقص 6. 4 في 3 12، 12 في 3 36. 5 ب5 25، بناقص 2 ناقص 5. هلا كل قوس على حدا بنجمع عناصره وبعد ذلك بنحط الاقواس. 30 و20 50 و18 68. القوس الثاني ناقص، القوس الثاني ناقص 6 و زائد 36 بيعطينا زائد 30، زائد 30 وناقص 50 بيعطينا ناقص 20. هلا يساوي، هلا بنشيل الاقواس، هون عندنا 6 منه 60 ناقص كم ناقص؟ شو بيعطينا؟ زائد 20، بيطلع الجواب 88. هاي طريقة ساروس أو سيروس لفك المحددات من المرتبة الثالثة. شوفوا لنا طلاب الخطوات اللي انا اتبعتها، اذا في حد عنده اي استفسار يتفضل يعطينا سؤاله لحتى نجاوبه عليه. طالما عم تقولوا تمام تمام تمام، هلا بنعدهم مثل ما حكينا في المحاضرة، بعد التمام بنهاية المحاضرة بيطلع لي شيء 500 مرة تمام، وبعد ذلك مثل ما حكينا في بعض الطلاب بترسم بالمقرر، ليش؟ الله أعلم. حكيت الطلاب أخطائكم أغلبها حسابية. طيب أعطوني محدد المصفوفة به حسب طريقة ساروس. أنتم بدكم تعطوني الجواب. هلا بتمنى إنه أحصل على جواب واحد من الكل. عندنا 2 ناقص 4 3 5 2 4 2 2 2. أعطوني طلاب ديتيرمين بحسب طريقة ساروس. طبعا راح نحط أول خطوة وأنتم بعدين تعطوني الأرقام. 2 ناقص 4 3 5 2 4 2 2 2. شو بتقول القاعدة؟ نكرر العمود الأول والثاني، هاي 2 وهي 5 وهي 2، هاي ناقص 4 وهي 2 وهي 2. بنحط قوس أول للأقطار الرئيسية ناقص قوس ثاني للأقطار الثانوية، بدي الجواب.
شو صار معنا طلعت؟ طيب الكلام ده للي ما أعطانا الجواب أو أعطانا الجواب غلط، للي ما أعطانا الجواب أو اللي أعطانا الجواب غلط. هلا اللي ما أعطونا الجواب، في عندنا رندا وفي عندنا ما في غير رندا. رندا موجودة معنا، ما أعطتنا الجواب رندا، وفي عندنا لين أعطتنا الجواب غلط. لين على ما يبدو ما حابة انه تخربي تعطينا جواب صح، مشان ما نضطر نعيد. تقولي طلاب على الخطوات، تقولي على الخطوات طلاب. عندي 3 اخطار رئيسيه، بلش خطر خطر، ما في داعي نكتبهم ونخربط الرسمه. اجينا لهون طلاب، 2 ضرب 2 4، 4 ضرب 2 8، حطينا 8. جينا هون ناقص 4 ضرب 4 ناقص 16، ناقص 16 ضرب 2 ناقص 3، 32. 3 ضرب 5 15، 15 ضرب 2 30. إذا هي جايبة 3. هلا نجي على الأخطار ثانوية. 2 ضرب 2 4، 4 ضرب 3 12. نجي على القطر الثانوي الثاني، 2 ضرب 4 8، 8 ضرب 2 16. خربطوا بالإشارة طلاب، شو فيني أسألكم؟ ما فيني أقدر أعلمكم كيف الإشارة، فيني أشرحها مرة واحدة وبعدين أنتم تفهموا. 2 ضرب 5 10، 10 ضرب 4 4. هلا طلاب كل قوس على حدا نحسب جوابه وبعدين نشيل الاقواس. ناقص 32 زائد 30 بيعطينا ناقص 2، ناقص 2 زائد 8 بيعطينا 6. هلا نيجي طلاب 12 و16، 12 و16 بيعطينا 28، 28 وناقص 40، إذا هون عندنا زائد 6، هون عندنا ناقص، وهون عندنا بيطلع معنا 28 لل 40 بيطلع معنا ناقص 12 بيساوي. هلا بندخل الناقص لجوا وبنشيل الأقواس، فبيطلع معنا 6 زائد 12، شو بيطلع الجواب؟ 18. 6 زائد 12 بيطلع الجواب 18. هاي فيما يتعلق بطريقة سارس. الأغلبية طبعا أعطونا الجواب الصحيحة، لين أخطأت فقط ورندا ما أعطتنا جواب. محمد يزن كل درس بيجي بفوت على الجلسة أو شلون، وطبعا هو ما هو موجود ضمن الجلسة، بفكره أنه دخوله للجلسة يعني أنه هو حضر. هلا طلاب طبعا مثل ما حكينا، لين الله يرضى عليكم طلاب، قلت لكم بداية حل التمرين انه احنا عم نتسابق شيء، قلت لكم انه احنا عم نتسابق شيء طلاب، حكينا السؤال هذا، قلت بدي الطالب اللي بيعطيني جواب بسرعه، دوما هذا عذركم طلاب على السرعه، على السرعه، مثل شو لكم انه بدي جواب بسرعه، انا ما طلبت جواب، بدي جواب صحيح. لانه سؤال المواصفات اذا بياخذ كل الوقت طلاب ساعه وربع، مع سؤال ثاني نجحنا بالمقرر، فما في داعي حدا يسرع. ليش؟ لانه النجاح مضمون 100%. المهم ما نخربط بشغلات سخيفه.
هلا نيجي على الطريقة العامة طلاب إذا سمحتوا، اللي هي طريقة بيزوس. هاي الطريقة طلاب تنطبق على كل المحددات، سواء مرتبة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة ولا خامسة. بس قبل ما نشرحها راح نعرف مفهومين. راح ناخذ المصفوفة A ونكتب العناصر اللي بدنا إياها ضمن هذه المصفوفة. 3 5 2 7 4 1 ناقص 3 ناقص 5 6. هاي المصفوفة الطلاب انتبهوا لي هلا. أول شغلة بدي أعرف مفهومين جديدين. أول واحد صغير عنصر. صغير عنصر، ماذا نقصد بصغير عنصر؟ وماذا نقصد بمرافق عنصر؟ طبعا لما نقول عنصر يعني عدد. عنصر بالمصفوفة يعني هو عدد. أول شغلة طلاب، ماذا نقصد بصغير عنصر؟ انتبهوا لي طلاب لأنه شغلة كثير كثير سهلة. أي عنصر بالمصفوفة له صغير. أي عنصر بالمصفوفة له صغير، في صغير للثلاثة، في صغير للخمسة، في صغير للاثنين، في صغير للسبعة، في صغير للأربعة، في صغير للواحد، في صغير للناقص ثلاثة، ناقص خمسة ستة، أي عنصر له صغير. طيب كيف بنحسب الصغير؟ مثلا خلينا نجي على سبيل المثال، عم يقول لي ما هو صغير الواحد؟ ما هو صغير الواحد؟ جينا الواحد حطيناه بمربع، القاعدة شو بتقول طلاب؟ نجي بقلم ثاني بقلم رصاص بنحذف السطر والعمود الذي يقع به الواحد. جينا حذفنا هذا السطر وحذفنا هذا العمود. حذفنا هذا السطر وحذفنا هذا العمود، الأرقام المتبقية بتشكل لي محدد صغير. ولاحظوا طلاب، شو بقي عندي أرقام؟ 3 5 3 ناقص 5 3 5 3 ناقص 5 والباقي كله تشطب بالأصفر. هلا شو بتقول القاعدة؟ احسب محدده لهذه الأعداد. شو بيطلع معنا؟ طلاب شو المحدد هذا بيطلع؟ شو بيطلع هذا المحدد؟ يلا نرد نخربط المحدد المرتبة الثانية ونرد نعيد نشرحها مرة ثانية. ايه طبعا هو ناقص يعني. شو بيطلع الجواب طلاب؟ ما هو محدد هذه المصفوفة؟ طبعا صفر. اذا صفر طلاب شو هو؟ صفر شو هو؟ رغد بلشت تخبص. الصفر هو صغير العنصر واحد. اذا صغير العنصر واحد هو الصفر. هلا بدي مثلا صغير ناقص خمسة. صغير ناقص خمسة، نجي على ناقص خمسة طلاب نحذف السطر والعمود الذي يقع به هذا العنصر. نحذف السطر والعمود الذي يقع به هذا العنصر، فيبقى لدينا الأعداد التالية 3 2 7 1. بدنا محددة لهي. ما هو محدد لهي طلاب؟ ما هو محدد لهي المصفوفة؟ أعطوني الجواب طلاب، شو قاعدين عم تنتظروا؟ محمد، مروة، ياسمين، رغد.
شو عندهم خبرة طلاب؟ إذا الجواب ما تزعج، الجواب ناقص 11 يساوي 3 ضرب 1 ناقص 7 ضرب 2. حرف اليم قد ما بدك حرف اليم، 3 ضرب 1 3 ناقص 7 ضرب 2 14 زائد 3 ناقص 14 يساوي ناقص 11. ناقص 11، إذا من ناقص 11 شو بيمثل طلاب؟ ناقص 11 يمثل صغير الناقص 5. ناقص 11 هو صغير الناقص 5. نفس الشيء بالنسبة لعقيق العناصر. أي عنصر بدي صغيره شو بساوي طلاب؟ بحذف سطره وعموده. شو بحذف؟ سطره وعموده. فبنحصل على محدث، هذا المحدث قيمته هي تمثل الصغير. قيمته شو بتمثل؟ الصغير. هلا طلاب مرافق العنصر، مرافق العنصر شو هو مرافق العنصر طلاب؟ هو الإشارة التي تناسب، تقولي طلاب التي تناسب العنصر ضرب الصغير، الإشارة التي تناسب العنصر ضرب الصغير. ديروا بالطلاب، ديروا بالكم ماذا أقصد بالإشارة التي تناسب العنصر. أول شغلة لازم تعرفوا طلاب، الإشارة هي عبارة عن ناقص واحد مرفوعة إلى عدد، ناقص واحد مرفوعة إلى عدد. هذا طلاب بيعطيني جوابين، برا بيكون جوابه زائد وبرا بيكون جوابه ناقص، لانه الواحد طلاب اذا ضربته باي عدد ما بيغير، اذا بيهمني بس فقط اشارته. اذا العدد زوجي ناقص واحد مرفوعه الى اس زوجي الجواب موجب، اما اذا ناقص واحد مرفوعه الى اس فردي فالجواب هو شو؟ ناقص واحد. يعني انا عندي ناقص واحد مرفوعه للقوه 4، هذا شو يساوي طلاب؟ ناقص واحد ضرب ناقص واحد ضرب ناقص واحد ضرب ناقص واحد. نيجي طلاب الناقص الناقص زائد، الناقص الناقص زائد، زائد الزائد زائد، إذا شو الجواب؟ زائد واحد. أما إذا كانت ناقص واحد مرفوع إلى إس فردي، ناقص واحد مرفوع إلى إس فردي يعني 3، فهذا يعني ناقص واحد ضرب ناقص واحد ضرب ناقص واحد. شو بيطلع الجواب طلاب؟ ناقص واحد ضرب ناقص واحد شو أعطانا؟ زائد واحد ضرب ناقص واحد، الزائد الناقص ناقص، إذا شو يساوي؟ ناقص واحد. لذلك طلاب نحن ما في داعي نجي هالخطوات دغري، بنقول إنه إذا كان الإس فردي فالجواب بيكون سالب، وإذا كان الإس زوجي فبيكون الجواب موجب. بيجي السؤال طيب من أين نأتي بهذا العدد اللي عم حاطه فوق الناقص واحد؟ قولوا لي منين نجيبه لهذا العدد؟ منين نجيبه لهذا العدد طلاب؟ اكتبوا لي طلاب، كل عدد موجود ضمن هذه المصفوفة له سطر وعمود، إذا هذا العدد منين نجيبه طلاب؟ من السطر زائد العمود الذي يقع به العنصر، إذا من السطر زائد العمود الذي يقع به العنصر، الذي يقع به العنصر. لذلك طلاب هلا شو بدنا نساوي طلاب؟ بدنا نوجد المرافق. انتبهوا لي طلاب هلا رح نبني هون نقطة مصفوفة ثانية ونعطيه مثال جديد. A أو B أو أي تسمية ثانية لا على التعيين. 7 2 5 3 11 24 2 12 9. أعطوني طلاب أي عنصر من هذه الموجود المصفوفة لأوجدكم مرافقه. أعطوني طلاب أي عنصر من هذه المصفوفة لحتى أوجدكم مرافقه. اثنين اختار زميلكم ياسمين، اثنين هاي هو. شو المطلوب؟ مرافق اثنين، مرافق اثنين.
شو قلنا المرافق طلاب؟ هو إشارة بالصغير. نجي طلاب، منين نحصل على الإشارة؟ نجي نكتب ناقص واحد، أين يقع اثنين؟ أين يقع اثنين طلاب؟ في السطر الأول والعمود الثاني. في السطر الأول والعمود الثاني. بدنا صغيره، هي عرفنا إشارته، باقي نعرف صغيره. قلنا كيف نحصل على الصغير؟ نحذف السطر والعمود الذي يقع به العنصر. شو بي عندي؟ بي عندي 3 2 24 2 9. هذه يساوي طلاب، ما هي قيمة هذا المحدد؟ أعطوني إياها. ما هي قيمة هذا المحدد؟ ما هي قيمة هذا المحدد؟ طيب تمام، ناقص 2 21، وهذا المقدار طلاب شو جوابه؟ شو جوابه لهذا المقدار؟ ناقص واحد، ناقص واحد، لأنه ناقص واحد مفعول ناقص فردي يعني ناقص واحد. هلا اضربوا الإشارات، ناقص في ناقص شو بيعطينا؟ زائد واحد ضرب 21 شو أعطانا؟ 21. إذا طلاب هذا العدد اللي هو 21 هو مرافق 2. العدد 21 هو مرافق 2. هلا طلاب أعطوني عدد ثاني لوجودكم مرافقه مشان تتوضح الصورة أكثر. 24. أي 24، جينا على 24. بدنا مرافق ال 24. بعد ما نخربط الطلاب شغلة بسيطة، نجي ناقص واحد، أين يقع ال 24 يا قصي؟ في السطر الثاني والعمود الثالث. في السطر الثاني والعمود الثالث، ما هو صغيره؟ ما هو صغيره؟ نجي نحذف السطر والعمود الذي يقع به العنصر، شو بي عندي؟ بي عندي 7 2 2 12. هلا طلاب 7 هون طلاب، أول شغلة هاي طلاب شو جوابها هاي؟ شو جوابها هاي طلاب؟ ما هو الإس؟ الإس شو هو طلاب؟ فردي. الإس شو هو؟ فردي. إذا شو جوابها؟ ناقص. نيجي طلاب هلا على قيمة المحدد، شو بدنا نسمي الطرفين ناقص الوسطين. 7 في 12 شو أعطاني؟ 8 84، و2 في 2 4. نيجي طلاب، ما هي قيمة المحدد؟ عبارة عن 80. 80 شو نضربها بناقص، إذا شو طلع الجواب؟ ناقص 8. إذا ناقص 80 هو مرافق ال 24. مين عنده استفسار طلاب على المرافق؟ طيب نيجي طلاب شو بتقول؟ طريقة بيزو. هلا متى عرفنا شو هو المرافق وشو هو الصغير؟ فعندها اذا صار فينا نقول شو هي طريقة بيزو. طريقة بيزو صارت سهلة جدا. 1 اذا طريقة بيزو لفك اي محدد، مو بس 3 طلاب، اي محدد، اي محدد 3 4 2 5 6 الى اخره. 1 نختار سطر او عمود مناسب، اي واحد بالنسبه لنا
بناسبنا بنختاره. هلا السطر والعمود المناسب، طلاب انتبهوا لي، هون بنحط ثلاث خطوط. المناسب هو اللي فيه صفار كثير. السطر والعمود المناسب هو السطر او العمود اللي فيه صفار، اذا المناسب نخطط فيها الذي يحوي اكبر عدد من الاصفار. ليش؟ لانه طلاب ما عم تلاحظوا كله ضرب، اي عدد نضربه بصفر شو بيطلع؟ صفر. لذلك الذي يحوي اكثر من غيره اصفار. لذلك جينا هلا مثلا عمل لي هاي الوصفه او شلون؟ سب لي محدده حسب طريقه بيزوس. اجى على السطر الاول قال لي 3 2 1، اجى على السطر الثاني قال لي 5 0 7، اجى على السطر الثالث قال لي 6 0 8. قال لي احسب قيمه هذا المحدد. شو بنلاحظ طلاب؟ السطر الثاني في صفر، السطر الثالث في صفر، العمود الثاني في صفرين، اذا دغري بنقول له نحسب قيمه المحدد حسب العمود الثاني. اذا ايهما المناسب؟ اللي هو العمود الثاني. ليش؟ لانه هذا بنضرب اي مقدار بنضربه بصفر راح، يعني هذا ريحني من عمليه، هذا ريحني من عمليه، بمعنى اخر ما عندي الا عمليه واحده اللي هي لها علاقه باثنين. اذا فهمنا شو بنقصد بالمناسب طلاب؟ المناسب يعني اللي فيه صفار اكثر من غيره. هاي الخطوه رقم واحد. الخطوه رقم اثنين، السطر او العمود المختار. السطر او العمود المختار اللي انت شو اخترته؟ نحسب مرافق كل عنصر فيه. نحسب مرافق كل عنصر فيه. واضحة هاي طلاب؟ واضحة أيضا؟ هاي الخطوة طلاب واضحة؟ السطر اللي أنا اخترته بدي أحسب المرافق لكل عنصر فيه. الخطوة رقم ثلاثة والأخيرة، الخطوة رقم ثلاثة والأخيرة، نضرب كل عنصر من السطر المختار بمرافقه ونجمع النواتج. يعني اخذت العنصر الاول ضربته بمرافقه، زائد العنصر الثاني ضربته بمرافقه، زائد العنصر الثالث ضربته بمرافقه، زائد العنصر الرابع ضربته بمرافقه. نجمع النواتج ونحصل على محدد المصفوفه. نحصل على محدد المصفوفه. هاي طريقة بيزوس، طبعا تعطيني محدد مرتبة ثالثة، تعطيني محدد مرتبة رابعة، تعطيني محدد مرتبة خامسة، شو ما كانت مرتبة المحدد، لكن بالفحص مثل ما حكينا ما بيجي إلا ثالثة. رابعة بياخذ وقت كثير، اثنين سهل، ثالثة وسط. هاي الخطوات طلاب. هلا بجوز نعد الخطوات، بيقولوا لي ثلاث خطوات، لا طريقة سيروس أسهل. هلا كل واحد بيختار الطريقة اللي بده إياها. بالفحص ما حدا بيجبركم، بالوظيفة ما حدا بيجبركم على طريقة محددة. هلا روني الخطوات طلاب باللغة العربية، واضحين الخطوات ولا لا؟ بعد ننفذهم على تمرين لهالخطوات وناخذ خواص المحددات او المعينات. طيب انتبهوا لي طلاب، هلا رح نعطي مثال مشان ما نضيع وقت. رح نعطي مثال مشان ما نضيع وقت. هلا اليوم رح ناخذ هلا المثال هذا اللي رح نختاره، ما رح نحط صفار ولا باي سطر ولا باي عمود. والدرس القادم نختار سطر وعمود يكون فيه صفار مشان نعرف انه كيف نختار. اذا هي عندنا المصفوفه A، اذا سمحت اكتبوها لانه بدي احسبه بطريقتين. جينا لهون طلاب، الارقام مثل ما حكينا ما بتعنينا،
ثلاثة اثنين أكيد بطلب بالفحص الطبي، ناقص واحد، ناقص خمسة، اثنين، أربعة، واحد، ناقص واحد، ناقص ثلاثة، واحد ناقص واحد ناقص ثلاثة. اكتبوا لي طلاب هلا رح نختار عنا نحن بالشباب في محمد وقصي، والبنات البركة أكثر منهم. هلا طلاب البنات يختاروا لي سطر والشباب يختاروا لي عمود. الجواب طبعا أكيد ما راح يتغير. طيب طيب هلا لين جاوبت أول شيء أو شلون، وقالت إنه السطر الثاني بدأ لين السطر الثاني، وطبعا توافقت مع علا بالرأي. إذا رح نختار السطر الثاني. الشباب مثل ما حكينا على ما يبدو ما بدون، ف كمان رح نسمح للبنات يعطونا عمود عشان ما تزعل رغد. رح ناخذ العمود الثالث. إذا السطر الثاني والعمود الثالث. طبعا نحن بدنا الجواب بطريقة واحدة، بس نحن مشان لكم انه الجواب ما بيتغير. اذا مرة راح نحسبه حسب السطر الثاني، ومرة راح نحسبه حسب العمود الثالث. طيب انتبهوا لي طلاب هلا، اكتبوا لي على هاي لانه بدي ارد دمحين وحله حسب العمود الثالث. هلا راح نحله حسب السطر الثاني. شو قال طلاب؟ اخترنا السطر يعني رقم واحد راحت، مو انه والله بدي اقعد نص ساعة، لا ما في صفار. اذا حله واحد مثل الثاني، يعني السطر الاول مثل الثاني مثل الثالث، والعمود الاول مثل العمود الثاني مثل العمود الثالث، ما فيهم صفار. لذلك نحن اخترنا عشوائيا. شو قال الطلاب؟ بالسطر الثاني لها السطر هذا الطلاب حطه ضمن هاي، واحسب لي احسب لي المرافق لكل عنصر فيه. فلاحظوا الطلاب بدي مرافق ناقص 50، شو قلنا؟ نجي نكتب ناقص واحد. أين تقع الناقص 5؟ في السطر الثاني والعمود الأول. شو مضروبين؟ بصغيره، يعني بناحذف في السطر الثاني والعمود الأول، شو بيبقى عندنا؟ 2 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 3. أعطوني الجواب طلاب. ما هي قيمة المحدد أول شيء؟ ما هي قيمة المحدد؟ قيمة المحدد نحن عم نحكي هلا. ما هي قيمة المحدد؟ ناقص 7. ناقص 7. وهذا الطلاب شو تاني؟ هي تاني ناقص. ليش؟ لأنه الاس فردي. إذا المحدد جوابه ناقص 7 وهي جوابه ناقص، إذا شو الجواب؟ 7. هذا شو عندي إياه؟ مرافق ناقص 5. هلا طلاب بدنا مرافق 2. اذا شو بدنا؟ مرافق 2. نجي طلاب على 2. 2 اين يقع؟ في السطر الثاني والعمود الثاني. ما هو صغيره؟ بدنا نحذف في السطر الثاني والعمود الثاني، شو بيبقى عندنا؟ 3 ناقص 1 و 1 ناقص 3 يساوي. شو قيمة المحدد طلاب؟ قيمة المحدد شو هي؟ ناقص 8. ناقص 8. وها شو قيمته طلاب؟ زائد. يعني بمعنى آخر طلاب الصغير سنحافظ على إشارته. اكتبوا لي طلاب شو بتعني هاي طلاب؟ اكتبوا لي هاي شو بتعني؟ هاي بتعني إنه يا عم بدنا نحافظ على إشارة الصغير يا بدنا نعكسها. إذا كان الإس فردي بنعكس إشارة الصغير، وإذا كان الإس زوجي بنحافظ على إشارة الصغير. شو الإس هون زوجي؟ إذا نحافظ على إشارة الصغير، ما هي إشارة الصغير؟ ناقص 8. إجينا هلا طلاب شو بدنا؟ مرافق الأربعة. مرافق الأربعة. نجي طلاب لهون
الأربعة أين تقع؟ ناقص واحد هو اثنين زائد ثلاثة. الاس فردي، شو يعني زائد الطلاب؟ قوس إشارة الصغير، بس فقط طلاب العلم، لا تحفظوها هيك. إنه والله هي عرفتون، نحافظ أو نعكس إشارة الصغير. نيجي لهون طلاب، ما هو الصغير؟ بدنا نحذف السطر الثاني والعمود الثالث، شو بدي عندنا؟ ثلاثة، اثنين، واحد، ناقص واحد. شو بيطلع الجواب طلاب؟ شو بيطلع الجواب؟ ناقص خمسة، والقاعدة شو بتقول؟ اعكس إشارته إذا شو هو خمسة. إذا الصغير ناقص خمسة، والقاعدة شو بتقول؟ اعكس إشارته. هاي شو بتقول طلاب؟ هاي شو بتقول؟ اعكس إشارة الصغير، هاي عم تأمرني طلاب، اعكس إشارة الصغير. هاي شو بتقول؟ حافظ على إشارة الصغير. احنا الدرس القادم مثل ما حكينا راح نقول نحافظ نعكس، نحافظ نعكس، ما عاد نقول والله ناقص واحد قوة اثنين زائد واحد ونفوت بالمتاهات. هاي شو بتقول طلاب؟ اعكس إشارة الصغير. إشارة الصغير ناقص خمسة عكسناها صار زائد خمسة. خلصنا من الخطوة الثانية، هاي الخطوة الثانية انتهت. هلا الخطوة الثالثة اللي هو الجواب. الثالثة، سؤال دلتا، سؤال اضرب كل عنصر بمرافقه. اضرب كل عنصر بمرافقه، ناقص خمسة بسبعة، يعني اضرب كل عنصر بمرافقه، كل عنصر بمرافقه، كل عنصر بمرافقه، ناقص خمسة في سبعة، ناقص ثلاثة، خمسة وثلاثة، زائد اثنين بناقص ثمانية ناقص ستاش، زائد أربعة في خمسة عشرين. شو بيطلع الجواب طلاب؟ بيطلع الجواب ناقص ستاش زائد عشرين بيطلع أربعة، ناقص خمسة وثلاثين بيطلع ناقص ثلاثة واحد وثلاثين. هاي قيمة المحدد حسب طريقة بالضبط. شوفوا للطلاب الخطوات اللي أجريناها، لأنه هلأ راح نحسبها حسب العمود الثالث. حسب العمود الثالث في حد عنده أي استفسار؟ بسرعة طلاب الله يرضى عليكم. طيب اكتبوا لي طلاب هلأ نفس المحدد نفس المصفوفة رح نحسبها حسب العمود الثالث مشان نعرف ان الجواب ما بيتغير. هاي المصفوفة ايه رح نكتبها مرة ثانية. تأكدوا لي من الارقام اللي رح اكتبها اذا صح ولا غلط. 3 2 ناقص 1 ناقص 5 2 4 1 ناقص 1 ناقص 3. شو قالت رغد؟ قالت رغد بدنا اياها حسب العمود الثالث. جينا لهون على هذا العمود. جينا هلا طلاب اكتبوا لي على الخطوات شو بدنا؟ بدنا مرافق ناقص واحد يساوي شو قلنا بنكتب؟ ناقص واحد هو سطر زائد العمود، السطر الأول زائد العمود يعني ثلاثة، واحد زائد ثلاثة أربعة. شو يعني ذلك؟ حافظ على إشارة الصغير. بس هيك أنت لحالك طلاب تطلع على الاس زوجي يعني بتقول حافظ على إشارة الصغير، فردي غيرها إذا سمحت. جينا هلا طلاب شو هو الصغير؟ شو هو الصغير؟ بدنا نحذف السطر الأول والعمود الثالث. شو بيطلع؟ ناقص خمسة اثنين واحد ناقص واحد. ماذا يساوي؟ عميل اللي حافظ يعني شلناها، ناقص خمسة ناقص واحد خمسة، ناقص اثنين شو بيعطينا؟ ثلاثة. مع حافظ ذنب خلص. جينا هلا طلاب شو بده؟ مرافق لأربعة، مرافق أربعة. شو بنكتب له؟ ناقص واحد قوة السطر الثاني زائد العمود الثالث. شو طلع الاس؟ فردي. شو بيعني ذلك؟ غير اشارته الصغير لحالك طلاب، غير او اعكس اشارته الصغير.
ما هو الصغير؟ بدنا نحذف السطر الثاني والعمود الثالث، طبيعي عندنا 3 2 1 ناقص 1. شو يساوي طلاب؟ شو يساوي الجواب؟ ناقص 5. وعكس إشارة الصغير إذا زائد 5. حسبنا وقلنا الأمر اللي هو عاطيني إياه قبل ما أحسبه، احسب الصغير وغير إشارته. إجينا هلا طلاب بدنا مرافق ناقص 3، مرافق ناقص 3، شو قال لي؟ ناقص 1 هو 3 زائد 3، 3 زائد 3 زوجي، حافظ على إشارة الصغير. ما هو الصغير؟ 3 2 ناقص 5 2. شو بيطلع الجواب؟ 3 في 2 6 و5 10 إذا 16. حافظ عليه إذا ضلت مثل ما هو. خلص الله، شفتوا القاعدة؟ اضرب كل عنصر بمرافقه، اضرب كل عنصر بمرافقه، اضرب كل عنصر بمرافقه واجمع النواتج. نجي تلتة يساوي ناقص 1 ب3 ناقص 3 زائد 4 ضرب 5 20 ناقص 3 في 16 4 48. شو بيطلع الجواب؟ طلاب ناقص 4 48 ناقص 3 بيطلع معنا ناقص 5 51 زائد 20. شو بنلاحظ الجواب؟ ناقص 3 31 اللي هو نفسه طلع معنا قبل قليل. ما بصير يتغير الجواب، ما بصير يتغير الجواب. هي شو بنسميها؟ طريقة بيزوت. مين عنده أي استفسار؟ محمد، مروة، محمد، مروة، ياسمين، رغد، لين، علا، قصي، رندا، رندا، محمد يزن، هلا زميلكم محمد يزن ارسلان كانه بيشجع الافلام، يعني هو شو سوى؟ اذا قطع بطاقه وما هو حاضر، مثل كانه واحد قطع بطاقه لفيلم لانه بحب المخرج او بحب الهي بده اياه يدنكر وحمل حاله ضل رايح. زميلكم محمد يزن على طول هيك بيساوي معنا، بيجي بفوت على الجلسه بيفتح حاله ارسلان وبضل حامل حاله، بيروح على بجوز على الكافتيريا او على مشرب شاي عم يتفرج على شي مباراه. في حد عنده اي استفسار طلاب؟ في حد عنده اي استفسار على الشيء اللي احنا حكيناه؟ طيب هلا نجي طلاب خواص المحدده. خواص المحدده هلا في 8 خواص، اهم خواص 5. واحد طلاب انا راح اعطيكم تمرين وانتم بتستنزلوا خاصه لحالكم. قلنا لكم 3 2 0 4 5 0 11 ناقص 3 0، ما هي قيمة هذا المحدد؟ دغري لازم تعطوني الجواب طلاب. ليش؟ لأنه أنت بتقول هذا العدد بدنا نضربه بمرافقه، هذا العدد بدنا نضربه بمرافقه، هذا العدد بدنا نضربه بمرافقه، إذا الجواب كيف بيطلع؟ صفر. ما بدنا نص ساعة تفكير طلاب. إذا شو هي الخاصة؟ إذا حوى محدد على سطر أو عمود جميع عناصر أصفار فإن قيمة المحدد أيضا تساوي صفر. فإن قيمة المحدد أيضا تساوي صفر، إذا هي خاصة رقم واحد. خاصة رقم اثنين، خاصة رقم اثنين هاي عندنا طلاب المحدد هذا 3 5 2 0 4 7 0 0 2.
عامل لي حساب قيمة هذا المحدث. هلا سواء حسب قوة الله حسب أي طريقة بدكم إياها، فما في داعي نحن نضيع وقت ونحسب قيمة هذا المحدث، لا بطريقة ساروس ولا بطريقة بيزوس، لأنه هاي المصفوفة اللي بين إيدينا هو عبارة عن مصفوفة مثلثية سواء كانت دنيا أو عليا. فالقاعدة بتقول لا تعذب حالك، بس اضرب عناصر القطر الرئيسي، اضرب فقط عناصر القطر الرئيسي، هو جواب المحدد سواء حسب سيروس ولا بيزوس ولا أي طريقة ثانية. فشو بتقول 3 ضرب 4 12، 12 ضرب 2 24، طب ما هو الجواب 2 24. إذا شو هي القاعدة؟ محدد مصفوفة مثلثية، سواء كانت مصفوفة مثلثية عليا أو مصفوفة مثلثية دنيا. فالقاعدة بتقول جذاع عناصر القطر الرئيسي، جذاع عناصر القطر الرئيسي. إذا قلت لكم ما هو محدد المصفوفة؟ 4 0 0 5 2 0 7 2 3 أو 3 هون 6. ما هو محدد لهي المصفوفة؟ ما هو محدد الله؟ دغري شو بتساوي؟ بتاخذوا جذع عناصر القطر الرئيسي. 4 في 2 8، 8 في 6 48، إذا ما هو محدد 48. إذا محدد مصفوفة مثلثية يساوي جذع عناصر القطر الرئيسي. هلا بنجي طلاب على بقية الخواص، هي كنا أخذين خاصين. إحنا شو قلنا في عندنا؟ 5 خواص رح ناخذهم، والكل قديش؟ 8. أخذنا 2، الخاصة الثالثة طلاب، اكتبوا لي. الخاصة الثالثة. جينا لهون. أما لكم احسب قيمة المحدد التالي 3 4 4 8 يساوي، اكتبوا لي طلاب هلا، لا حدا يساوي شيء ولا حدا يفكر، وبدي قيمة المحدد التالي 4 8 3 4 ماذا يساوي؟ وبدي قيمة المحدد التالي 4 8 3 4 ماذا يساوي؟ هلا اذا سمحتوا محمد ومروه يعطوني الاول، ياسمين ورغد يعطوني الثاني، وعلا وقصي ورندا ولين يعطوني الرابع، الثالث اعطوني، كل واحد منكم يعطيني جواب محدد. إذا محمد ومروان أعطونا الجواب، طلع 8 للمحدد الأول. قصي ولين أعطونا المحدد الثالث اللي هو ناقص 8. بي عندنا المحدد الثاني ما حدا أعطانا جوابه. إذا 8 غلط يا ياسمين، لحالك لازم تعرف. إذا ناقص 8. ناقص 8. إذا هي الإجابات صحيحة. ناقص 8 ياسمين. إيه صح، إيه معلش، اعتذروا وآسف وعلى السرعة. اكتبوا لي طلاب هلا شو اللي صار؟ هذا الأصلي وهذول نتجوا عنه. لاحظوا شو ساويت طلاب. شو ساويت؟ يعني ما كان في داعي احسب المحدد المرتبة الثانية والمحدد المرتبة الثالثة بعد ما عارف الخاصة. لاحظوا طلاب شو سويت انا؟ بدلت موضعي السطر الاول مع السطر الثاني. هذا سويته هون وهذا سويته هون. ماذا نلاحظ؟ انه كان الجواب 8 صار شو؟ ناقص 8. وهون طلاب غيرت العمود الاول محل العمود الثاني والعمود الثاني محل العمود الاول. ماذا نلاحظ؟ انه ايضا تغيرت اشاره المحدد. اذا شو بتقول القاعده؟
إذا بادلنا بين سطرين أو عامودين أو عامودين، فإن قيمة المحدد تضرب بإشارة ناقص. بإشارة ناقص، أو فينا نقول نغير إشارة المحدد. نغير إشارة المحدد، هاي خاصة رقم ثلاثة. خاصة رقم ثلاثة. مين في عنده استفسار عليها؟ مين في عنده استفسار عليها طلاب؟ أي سطر بتحطه محل سطر ثاني طلاب، فدغري مباشرة قيمة المحدد بس تضربها بإشارة ناقص. الخاصة الرابعة. خاصة رابعة اللي هي عندي المحدد التالي 5 2 15 6، ما هي قيمة المحدد؟ نلاحظ ان قيمة المحدد صفر. هلا شو السبب طلاب؟ انتبهوا لي مشان ما نضل نتعذب. هلا انتم حسبتوها وطلع معكم صفر، يعطيكم العافيه. بس شو هي القاعده؟ لاحظوا طلاب، السطر الاول والسطر الثاني هذول بنسميهم سطرين متشابهين. ليش؟ لانه لاحظوا طلاب، السطر الاول اخذته وضربته بثلاثه بيطلع السطر الثاني. السطر الاول اذا اخذته وضربته بثلاثه بيطلع السطر الثاني، او فينا نقول إذا السطر الثاني قسمناه على ثلاثة بيطلع السطر الأول. لما بيكون في عندي سطرين بمحدد يحققون هذا الشرط، فقيمة المحدد دوما صفر. إذا شو هي الخاصة؟ إذا حوى محدد على سطرين أو عمودين، يعني كل شيء بنحكي على الأسطر على عمودين. إذا حوى محدد على سطرين أو عمودين متشابهين فإن قيمة المحدد تساوي صفر. فإن قيمة المحدد تساوي صفر. هلا شو لازم نعرف السطرين المشابهين أو العمودين المتشابهين؟ نقول عن سطرين بأنهما متشابهان أو متشابهين إذا نتج أحدهما عن الآخر بضربه بعدد. إذا نتج أحدهما عن الآخر بضربه بعدد. نلاحظ أن السطر الثاني، عفوا السطر الثاني هو نفس السطر الأول إذا ضربناه بثلاثة. نلاحظ أن السطر الأول هو الثاني إذا ضربناه بثلث. فبيطلع معناه أن قيمة المحدد يساوي الصفر. هاي الخاصة الرابعة، مين عنده استفسار عليها؟ طيب جينا على الخاصة الخامسة، مثل ما حكينا من خواص، اهم خواص هي هذول الخمسه اللي انا حكيتهم. اكتبوا لي طلاب، اذا قلت لكم عندي قيمه المحدد اللي هو 5 ناقص 5 4 7، ما هي قيمه هذا المحدد؟ ممتاز، 55. اكتبوا لي طلاب هلا، إذا ضربت الطرفين بثلاثة، أو بأي عدد ثاني، بس مشان سهولة الضرب نقول باثنين أو بثلاثة، فراح نضرب هون بثلاثة. إذا هون شو بدنا نضربه؟ بثلاثة، شو بيطلع الجواب هون؟ 165.
اذا ضربنا الطرفين بثلاثه فطلع الجواب 165. هلا انتبهوا لي طلاب شو راح يصير. اجينا لهون طلاب راح نضرب السطر الاول بثلاثه. راح نضرب السطر الاول فقط بثلاثه. شو بيطلع الجواب؟ هون 15 وهون ناقص 15 وبقيه العناصر راح نخليها مثل ما هي 4 7. سيبوا لي الجواب كله. شو بتلاحظوا الجواب؟ ضل 165. إذا قلت لكم اضربوا لي العمود الأول بثلاثة، فشو صار معنا هون؟ هون 15 وهون 12، وخلوا بقية العناصر مثل ما هي. يساوي. شو بيطلع الجواب؟ أيضا شو؟ 165. طيب شو بيعني ذلك طلاب؟ ما عم يتغير الجواب. اكتبوا لي طلاب شو هي الخاصة؟ انه انا اذا اجيت على محدد وضربته بعدد. اجيت على محدد وشو ضربته؟ بعدد. فهذا يعني هالعدد بدخله اما على السطر الاول او على السطر الثاني او على العمود الاول او على العمود الثاني. اذا شو هي القاعدة بتقول طلاب؟ فينا نحن عندنا طريقتين، فينا نمشي من هون لهون وفينا نمشي من هون لهون. فإذا مشينا من فوق لتحت شو بتقول القاعدة؟ طبعا هيك ما لها فائدة، لا نخليها. إذا شو بتقول القاعدة؟ إذا مشينا من الواحد لاثنين بتقول لضرب محدد بعدد يكفي أن نضرب أحد الأسطر أو أحد الأعمدة بهذا العدد. إذا لضرب محدد بعدد يكفي أن نضرب أحد الأسطر أو أحد الأعمدة بهذا العدد. هلأ هذا ما كثير مهم هيك. ليش؟ لأنه نحن بدنا نبسط الأعداد جوا، ما بدنا نعقدها. الأحلى هيك. شو بتقول القاعدة؟ إنه إذا في سطر أو عمود في عامل مشترك فالعدد فينا نطلعه لبرا. لاحظوا طلاب، فينا نطلع من السطر الأول بدال الثلاثة خمسة، بدال ما نطلع ثلاثة شو فينا نطلع؟ خمسة. شو صار الجواب هون طلاب؟ صار هون ثلاثة هون شو صار؟ ناقص ثلاثة، وبرا شو صار؟ خمسة. جينا هون طلاب ماذا نلاحظ؟ ما في عنا غير فينا نطلع من العمود الأول ثلاثة وفينا نطلع من السطر الأول خمسة. إذا الفائدة هيك مو هيك، ما حدا بيعقد العناصر ضمن المصفوفة. أما هيك نعم. ليش؟ لأنه العناصر ضمن المصفوفة عم تسهل. لاحظوا طلاب انتبهوا لي لحتى توضح الصورة معكم أكثر. هي عنا هون هي ثلاثة، هاي أربعة، هاي اثنين، وهاي هون عنا ثمانية. شو في عنا؟ ثمانية. فبنلاحظ طلاب إنه بالعمود الثاني في عامل مشترك هو أربعة. بالعمود الثاني في عامل مشترك شو هو؟ أربعة. ففينا نطلعه خارج إشارة المحدد. نيجي طلاب السطر الأول أو العمود الأول ما قربنا عليه. ما عرفنا عليه، شغلنا بالعمود الثاني. طلاب العمود الثاني طلعنا أربعة، من الأربعة طلعنا أربعة شو بقي عندي هون؟ واحد. من الثمانية طلعنا أربعة شو بقي؟ اثنين. شو بتلاحظوا طلاب؟ العناصر جوا صارت سهلة أسهل، فشو بيطلع معنا الجواب؟ هي أربعة. نيجي طلاب، هي حصلنا الجواب. ثلاثة ضرب اثنين ستة، ناقص اثنين. ناقص اثنين، شو بيطلع الجواب؟ أربعة، في أربعة في أربعة 16. لاحظوا طلاب لو حسبتوا من هون، من هون مباشرة يعني بدون إخراج عامل مشترك، شو بده يطلع؟ ثلاثة ضرب ثمانية 24، ناقص قديش؟ ثمانية، شو الجواب؟ 16.
ما تغير الجواب ولن يتغير الجواب، لكن هذا أرقامه أسهل، والناتج ضربناه بأربعة بتضل العمليات أسهل وأبسط. إذا شو هي القاعدة اللي بتقول؟ إذا في عندنا صفر أو عامل وفي عامل مشترك فينا نطلعه لبرا. هلا المحدد المرتبة الثانية ما كثير، شلون؟ المحدد المرتبة الثالثة بتكون الصورة أوضح. لاحظوا طلاب، إيه عندنا هون؟ ثلاثة، هون عندنا ستة، هون عندنا 12، هون في عندنا 4، هون في عندنا 9، هون في عندنا شو؟ 5، هون في عندنا 1، هون في عندنا 12، هون في عندنا 2. شو بتلاحظوا طلاب؟ إنه فيني أطلع من السطر الأول 3، وفيني أطلع من العمود الثاني كمان 3، فينا نطلع من السطر الأول 3، فينا نطلع من العمود الأول العمود الثاني 3، واحد منهم طبعا، ما فينا نطلع بنفس الوقت من سطر وعمود، إلا إذا كان مثلا لو كانت هي بدال 6 9، فعندها إذا فينا نطلع من السطر الأول والعمود الأول والعمود الثاني 3، فشو بيطلع الجواب؟ لاحظوا طلاب، لو طلعنا من السطر الأول 3 شو بده يبقى؟ طبعا مو ما خربت، احنا فينا نساويها دغري خطوة واحدة، فشو بده يبقى عندنا هون؟ 1 3 12 4، هون شو بي؟ 4 9 5، هون شو بي؟ 1 12 2. هلا فينا نطلع كمان من العمود الثاني 3، فشو صار معنا؟ 3 ضرب 3 9، شو بيجي جوا؟ 1 1 4، 4 3 5، 1 4 2. طبعا اكيد الارقام صارت ابسط، الناتج اللي نحصل عليه نضربه شو ب9، فينا طبعا نحسب هيك وفينا نحسب هيك حسب شو نحن بيريحنا اكثر، وفينا ما نطلع ولا عامل مشترك طالما الآلة الحاسبة موجودة والوقت كافي، ففينا نحسبه مباشرة بدون نحسبه من هون طلاب، حسب طريقة كيروس أو حسب طريقة بيسوس. مين عنده أي استفسار طلاب على درس اليوم؟ طبعا درس اليوم انتهى. هلا كان سؤالك لي إنه البحث اللي قبله كان خالص، طبعا خليني أقول إنه أهم الأفكار خلصت، أكيد في شغلات أكيد ما مريت عليها، لكن هي أهم الفقرات. هلا انتوا طلاب لما عم تطلعوا على المفردات او عم تطلعوا على الملفات الموجوده على نظام الموديل او شلون، اذا انت عم تدرس لقيت انه في عندك سؤال وهذا السؤال انا ماني مجاوب عليه وحابب تستفسر عنه بالمحاضره، لا يوجد اي مانع. يعني مو انه والله نحن عم نهرب لانه السؤال والله او الفكره صعبه، لا، ما في عندنا شيء بيخوفنا الحمد لله بالرياضيات، ولا انتوا لازم يكون في عندكم شيء بعد ما ينشرح الدرس بيخوفكم. مهم انه في فقرات وفي مفردات عم نمشي عليها، في شيء مهم في شيء اهم. اكيد لا، لانه كل الاسئله اذا تنحط بده يكون في اتفاق بين الاطراف كلها، وبالتالي اذا في شيء فكره انا ما انشرحها واذا بحب الزملاء يحطوا عليها نطلب منهم انه والله الفكره انا ما شرحتها، فعند إذن إذا أصروا هني فدغري مباشرة نسوي لكم محاضرة إضافية، بدعيكم ببعثكم إيميل وببعث لكم رسالة مسج إنه في محاضرة إضافية، لأنه أنا في فكرة ما شرحتها ما بصير يجي عليها سؤال، لأنه أنا بتحمل المسؤولية، ما بقبل حدا مثل ما حكينا أي طلاب من أي شعبة ثانية إنه يسبقوكم ولا بأي شكل من الأشكال. هلا إذا سبقوكم لأنه أنا أشطر منكم هاي شيء ثاني، أما سبقوكم لأنه أنا ما شرحت أكيد هذا ما بقبل. فنحن تعطل يا بقول انه لا هذا السؤال بلا، يا اما مباشرة اذا كلنا اجمعوا، طبعا نحن 4 دكاترة عماطي او 5 دكاترة عماطي المقرر هذا، فاذا هم قالوا لا بدنا اياه لانه هاي الفكرة حلوة دغري مباشرة طلاب نساوي رسالة ومسج على الموبايل لكم يوم كذا في عندنا محاضرة اضافية شرفوا بدنا نشرح الفكرة، فانتوا لحالكم لازم تعرفوا انه هذا سؤال جاي بالبحث.
مين لسه عنده استفسار؟ مين عنده أي استفسار في الله؟ تردوا طلاب ترجعوا على المحاضرات تسمعوها مرة ثانية. هلا أنا أفضل دوما طلاب، أو شلون؟ إنه المحاضرة نسمعها مرة ثانية ونحاول نحل التمارين قبل ما تنحل، يعني دغري أنت سمعت عن المحاضرة بالتمرين دغري تحسبه لحالك. طيب لقائنا الأسبوع القادم إن شاء الله بتتمة هذا الدرس، وراح نحاول الدرس القادم ننهي لهالدرس هذا إذا قدرنا. هذا بيعتمد على تجاوبكم معي، يعني هو بس في فقرتين لهذا الدرس، الفقرة الأولى كيف نوجد مقلوب مصفوفي، والفقرة الأخيرة هي كيف نستخدمها لحل جملة معادلات. طبعا راح أحاول أنهي الدرس القادم مشان نكون قادرين على حل الوظيفة، و بعطيكم الملاحظات حول الوظيفة كيف لازم تكون الوظيفة، وراح أبعث لكم إيميل بهذا الخصوص. شكرا لحضوركم، لقاءنا الأسبوع القادم إن شاء الله، الصباح على خير.